اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عده كفاءات في عده مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد بدر علي سعيد البلوشي. اهلا وسهلا فيك سيد بدر. حياك الله. شرفتنا برنامجنا الاسبوعي رواد النجاح. لنا الشرف ان تستضيفونا في هذا البرنامج الجميل ان شاء الله. مشكور على الاستضافه الحلوه. سيد بدر، في البدايه انا بنعرف السادة المشاهدين مين بكم سيد بدر وكيف كانت بدايه حياتك المهنيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بدر علي البلوشي، درست إدارة أعمال في كلية الخوارزمية الدولية، ومنها اشتغلنا في مجال إدارة الأعمال وفتحنا هذا البزنس اللي هو. ليش اخترت بالذات هذا البزنس؟ والالكترونيات هو شغف عندي. وعند هي نعم. يعني من الصغر الواحد يفكر في هالاشياء، يحب هالاشياء، وهذا شيء مريحه يعني، متطوره. تحب الانسان يعني يحب التطور، وانا انسان احب هالشيء، يعني شيء يعني يشدني الاشياء المتطوره، الاشياء الجديده. سبحان الله الواحد يتعلم من هالاشياء ويحبها في نفس الوقت. لذلك يعني اخترنا هالمجال، لانك اذا الشيء اللي تحبه تشتغل فيه يعني تلقى فيه ابداع اكثر من الشيء اللي فجاه تحصل نفسك. طبعا طبعا اي حد يكون يهوى شيء لازم يبدع فيه اكثر. نعم بالضبط، هذا اللي يعني اذا كانت هوايه وصلت الى انك طبقتها على ارض الواقع، صح؟ اي نعم. بما انه انت سيد بدر فتحت البزنس هذا، خبرني اكثر عن الخدمات اللي تقدموها، انواع المنتجات اللي تقدموها، ومن وين بيجيبوا المنتجات تبعكم؟ طبعا احنا منتجاتنا يعني متنوعه من مختلف الشركات، كورسير وانوين وستريت سيريس، يعني في يعني شركات عده يعني تورد لنا، وهي من دبي، من خارج دبي، يمكن من برا الدولة في بعض الشركات، هي على حسب المنتجات. لكن أكثر المنتجات اللي عندنا يعني منتجات إلكترونية، نختص في تجميع الكمبيوتر، المختص بألعاب الجيم، ويعني مش الكمبيوتر العادي اللي فيه قوة وفيه يعني وضوح اكثر، يعني من هالناحيه نحن متخصصين في هذا المجال. نعم. طيب بالنسبه للاذاعه وكذا والاشياء اللي بتسووها ما شاء الله يعني كثير حلوه، انتم مختصين بس في التركيب ولا حتى انتم بتسووا ديزاين مثلا؟ والله هذا عاد نحن فكرتنا المستقبليه ان شاء الله ان نكون نحن من ضمن الناس اللي تصنع هالاشياء، لكن الحين نحن نستورد هالاشياء ونجمعها على حسب طلب الزبون ونقدمها له، يعني بالتنسيق، يعني لازم هاي القطع يعني كل قطعه تتناسب مع القطعه اللي مركبه معاها، فاذا يعني اختلف هذا التوازن يكون، فاذا اختلف شيء عن شيء يعني يكون في تاثير على مثلا الالعاب او الشيء اللي انت تشغله. طبعا. فما يكون يعني متناسق، تحس انه في شيء غلط. لكن اذا كان متناسق وهاي القوه مع هاي القوه تعطيك شيء يعني انت يعني ترتاح له. طبعا. اي نعم. طيب شو الشيء اللي بيميزكم سيد بدر عن باقي المنافسين لكم في السوق، وهل عندكم منتج حصري فيكم انتم فقط في الدوله يعني؟ نحن اللي ميزنا في ايتوز الالكترونيات الخدمة، طبعا عندنا كواليتي الحمد لله بشهادة العملاء، كواليتي عالي الحمد لله، ما في يعني شكوى صارت الا انحلت باسرع وقت ممكن. هذا يعني الاخطاء موجوده طبعا في كل مكان، ما نحن ما نقول نحن عندنا 100%. طيب نعتبر هذه من سر السمعه الطيبه لكم في السوق. ايه الحمد لله، هاي السمعه واخلاصنا في خدمه الكاستمر، ويعني بناء علاقه جيده مع الكاستمر هي اللي توصلنا، لان نحن الاستمراريه مستمرين
ونطور في هذا الأداء. يعني الأداء والكواليتي العالي اللي نوصله للكاستمر هو موصلنا بعد لكاستمر أكثر وأعلى جودة. طبعاً طبعاً. نعم. أكيد هذا بيعتبر على الخبرة تبعكم. طبعاً. طيب سيد بدر، على اساس شو بتختار موظفين؟ والله الموظفين نحن يعني نحن ستافنا مش مفارقين بين اداري مدير ولا لا، نحن شغالين على فكره ان نشتغل كتيم. الجميع يعني انا الحين الناس يشوفوني يقولوا هذا اداري ما يخصنا. انا مرات اجي واشيل طاولات، احط كراسي، ادخل عند التكنيشن اشوف اقول له تحتاج شيء، في مشكله عندك، في شيء نتابع مع الشغل وياهم، مش انا اروحي. حتى شريكي في العمل هو شغال في نفس الشيء، يعني اي شيء يعني اي خدمه يقدر يقدمها، ما يتوانى ولا يفكر انه لا انا مدير وما بسوي، لا بالعكس. هاي الخطوات اللي تستوي مخليها الشغل كفريق، والشغل كفريق يطور من الأداء ويطور. اي نعم، فهذه خطتنا من قبل. نحن مجتمع يعني نقعد مع بعض دائما ونناقش أفكارنا ونناقش يعني المشاكل اللي تحصل وشو الحلول للمشكلة اللي تصير. العمل كتيم هو قوة، أنا أحسها قوة يعني لا يعلى عليها، دام الناس يعني متحابة ومجتمعة أيوة وعلى قلب واحد. طبعا لكم توفيق سيد بدر. I'm Muhammad Abdullah. I'm working in Etos Electronics since from 2 years. Alhamdulillah, now we have many products from the since I'm starting from Etos. Okay, so let's start introducing the products we have. We have many different products. Like we have set up full PC package. Like you can see, this is custom made PC. Okay, with the 6 fans and the case. Okay, and we have gaming monitor, keyboard, mouse. Everything is customizable based on the customer needs, demand. Okay, also we have gaming monitors. Okay, we have 144Hz 34-inch monitors, 27-inch. Okay, and so on, 27, and this is 24-inch. Also we have PS4 sections, Sony 4, 1TB, 500GB. Now I'll move to one is the important processor, okay, which is i9 10th generation. Okay, this is just introduced like 2 weeks before. And we have gaming headsets. Okay, so we have different brands: SteelSeries, Razer, Astro, Cougar. Okay, and we have gaming keyboards: Logitech, Asus, MSI, Rappo, Huntsman, Razer, the latest mini one. Also we have Corsair and Ducky 1-2 Mini. Also moving to the mouse, we have Razer brand, SteelSeries, Asus, MSI,
Logitech. Okay, we have controllers as well as specific for gaming PCs as well as PlayStation, Xbox. We have Astro C40. Okay, so and moving towards now gaming furnitures, we have pink color as well as for women, ladies, kids. We have black color, we have red color also, and gaming chair as well as king size, large, XL. Okay, and moving to the steering wheel simulator, you can play with the full setup. It's suitable for Xbox, PlayStation and PC. Also we have cases, custom cases. We have brands like Asus, Lianli, Deepcool, Thermaltake, Corsair. Okay, and moving to the liquid cooling section, we have water cooling. Okay, and we have liquid cooling also, different brand, Thermaltake, Deepcool, Corsair and Aorus, Asus. We have and the graphic card section. Okay, we have 2080 Ti, which is the last version, 2070 Super, 2080 Super, 2060 Super. Okay, and moving towards the motherboard, which is one of the components in the PC, we can see here we have latest 10th generation motherboard, B460, Z490 areas, and we have AMD series motherboard. Now let's see a custom PC how we are going to build. This is the latest i9, okay, and with the case Thermaltake 3 fan and 2070 Super, and we have latest 10th generation Z490E gaming and 1 TB SSD and 32 GB RAM and the 850 watt power supply. So all this we are going to build a custom PC with the customer requirement. Additionally, you can add the cooler, liquid cooler, whatever based on your requirement, we can fulfill based on your need. Thank you. طيب سيد بدر، احنا بنعرف ان دولة الامارات هي معروفة عالميا انها دولة امن وامان. طيب انت شو بتعني لك نعمة الامن والامان في دولة الامارات؟ والله هذا الشيء يعني انت مهما تكلمت ومهما قلت، اذا انت ما عندك امان وبديت مشروع انت فشلت بدون لا يعني تبدا. فبداية كل مشروع لازم تختار المكان اللي فيه الأمن والأمان والراحة. نحن هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله وبفضل الله نتمتع بهذه الخاصية اللي يعني الله يعين الشعوب يعني فاقدينها في معظم البلدان العربية أو أجنبية. نعم، فالأمن والأمان جزء لا يتجزأ من أي مشروع. أول ما تبدأ المشروع أنت لازم تشوف الأمن وتشوف كيف يعني الاحتراز وكيف الناس تنظر لهذه الجهة من الأعمال. الحين نحن عندنا مثلا مشكلة كورونا، الله يجيركم يعني منها ويبعدها عن المسلمين والناس أجمعين. هاي المشكلة يعني شفنا نحن كيف تعامل الدولة ويا هالمشكلة وكيف يعني عدينا او بدينا نعدي هاي المشكله بامان، يعني الاحترازات والاشياء اللي صارت والقوانين. الناس تشوف تقول ليش يعني نحن شادين، لكن شوف غيرنا. ايوه سبحان الله، يعني نحن كيف كنا وكيف صرنا الحين. الحمد لله نحن طلعنا وقاعدين ونبيع ونشتري ونشتغل والناس رجعت دوامات، يعني رجعنا بفرحه والناس يعني فرحت جدا بهذه القوانين. يعني الحمد لله الامن والامان شيء يعني
جزء لا يتجزأ جدا من اي عمل. هذا اكيد بيرجع القياده الرشيده في دوله الامارات. الله يحفظ شيوخ كل الامارات. طيب سيد بدر، في الختام بدك تقدم رساله شكر لانسان عز ذلك وانسان كان داعم لك فتره حياتك المهنيه. والله الشخص اللي دعمني ووقف وياي في ضعف، يعني في ضعفي انا يوم كنت ما اعرف شيء في البزنس ولا اعرف شيء في هذا، هو شخص عزيز وصديق عندي يعني اسمه عبد الله ناصر الكعبي. هذا الشخص وقف وياي بالنصائح وبالكلام ماديا ومعنويا، هو يوقف وياي في ابسط الامور، في اي شيء انا ما اعرفه ارجع لهذا الشخص واساله، اقول له انا هاي عندي هالمشكله كيف اسوي وكيف، فما يبخل علي باي شيء. هو ولد عمي طبعا واعتبره اخوي، هو فالح سالم القطيطي. هذا الرجال بعد ما يقصر عندي في اي شيء، الحمد لله هالاثنين انا يعني اعزهم من معزه اخواني، والحمد لله على تواجدهم معي في كل شيء. ان شاء الله توصل رساله شكر سيد بدر عبر برنامج نود النجاح، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق على مدى السنين. شكرا. جزاك الله خير، وانا اشكر قناه سما العين على تحت الفرصه لنا، وان شاء الله نطلع بصوره جميله قدام مواقع ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب لكم التوفيق سيد بدر. جزاكم الله خير وشكرا. في الختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وللقاء في حلقه جديده مع كفاءه جديده. دمتم في امان الله.